السلام عليكم، نعود معكم مع الأوشن كورنت إنرجي. والأوشن كورنت إنرجي اللي هي التيار البحري. التيار البحري الفكرة فيه إيش هي؟ عادة هذه التكنولوجيا لحتى الآن not mature developed technology، يعني ما وصلت لمراحل إنه تصير في خط الإنتاج. هي حاليا مراحل تجريبية، يعني التكنولوجيا هاي بيجربوا فيها. Worth mentioning each ocean technology: thermal energy conversion technology that uses temperature difference in different layer of the sea. يعني لو جينا اطلعنا في برضو في هذا المجال، بتطلعوا زيها زي هذه برضو research area، انه درجات الحرارة في الطبقات العليا من البحار غير عن الطبقات درجات الحرارة في السفلى. دائما وين بتلاحظوا في فرق، في سواء درجات الحرارة، التيار، الغيره، دائما هذه ايش في فرص لتوليد الكهرباء. Technology converts energy that is present at location where salt water mixes with fresh water. برضو لما تيجي انت البحار تلتقي مع الانهار، في اختلاف في كثافة المية، هذه برضو ممكن تعطيني مجال للتوليد الكهرباء. The salinity gradient between fresh and salt water create an osmotic pressure difference which can be converted into electricity. The ocean current technology: the ocean is caused by different factors like the wind, temperature difference in the ocean, depth variation, and seismic event. The flow of water carries a large amount of kinetic energy that can be converted by turbine. نفس فكرة الرياح، الرياح ايش فيها؟ هناك هواء، هذا بدل الهواء ايش بيبقى؟ ميه. In essence, the working principle of water turbine is similar to that of wind turbine. زي ما حكينا. الآن consequence, the power potential per current is equal to half the density multiplied by, زي ما شفنا, the surface area of the rotor and the velocity to the power 3. نفس معادلات اللي شفناها قبل في هذا المجال. الآن potential in a water flow with respect to similar wind is much larger since the water has a much higher density than air. طبعا هذه الكثافة المية أكبر من الهواء، الهواء كان زيرو يعني 240، هنا عندي 1025، يعني خمس مرات الفرق. Since the ocean current technology is still in its experimental phase, the conversion efficiency of an ocean current is still subject to discussion. طبعا في الشهادة بنقدرش نتكلم على conversion أو efficiency في هذا المجال. هاي المعادلة زي ما حكينا، وهاي الباور عندي نصف رو في الـ A في الـ V كوب اللي هي سرعة التيار المية. زي ما حكينا هذه لساتها في مراحل تجريب. الآن the ocean water is always moving and current is continuous. There are fluctuations in the velocity of the ocean current. These fluctuations mainly depend on the wind and the temperature differences as a result of weather and season variation. عادة لما نطلع تيار المية في البحر ايش بنلاحظ؟ هذه بتأثر بعاملين: الحرارة والرياح، فرق درجات الحرارة واتجاه الرياح وقوتها. لا ناخذ اكزامبل، خلينا نقول الديامتر، طبعا هناك كنا بنتكلم عن 150 متر، هنا بنتكلم على كام؟ 20 متر. الفلاستي مش زي هناك، هنا 1.5 متر بير سكند، هنا كنا نتكلم 8 10. الرو هنا طبعا اكبر، والكباسيتي فاكتور اللي هي بدي ساوي 0.3، فبدنا نحسب البوتنشال. هاي الاريا اللي عندي باي في نص مضروبة في الدي سكوير بتعطيني 314 متر مربع. البي كورنت قديش؟ بدي امسك الرقم هذا واضربه بيعطيني 163 كيلو وات. الآن هذه ايش زي ما حكينا؟ الاوشن كورنت انرجي ادفانتج اند تشالنجز. هذا كونتينوس اوشن كورنت كونتينز مور انرجي ذان باور. تشالنجز: كوروجن، دائما في صدأ
فالأجهزة اللي بتحطها على طول بتصدي وبتخرب. الريلايبيليتي إيشيو طبعا هذه لساتها مرحلة تجريب، هل بنعتمد عليه ولا لا. الاجي جروث هذا في طحالب حتنمو حوالين هذه المنطقة، وامباكت اون ذا مارين لايف كل إشي بيجي في اتجاه المراوح حتفرمه في هذا المجال، فحتأثر على الحياة البحرية في المنطقة المحيطة فيها. ناخذ بريك الآن ونرجع نتكلم على ايش الويف انرجي، وهذه هي يعني بيت القصيد بشكل عام.